مساء الخير، وحشتوني جدا 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 من هنا للسنه اللي جايه. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم جدا جدا جدا، وعارفه انكم كلكم زعلانين مني قوي، وعارفه ان انا وعدتكم بحاجات كتيره قوي هعملها في رمضان وللاسف انا ما عملتش منها ولا اي حاجه. بس انا عشان اصالحكم جيت لكم النهارده بفيديو قوي يعني فوق ما تتخيلوا. انا متاكده انه هيعجبكم قوي، وعايزه بقى الدعاوي تنزل تلف عليا كده في رمضان. النهارده هتكلم معاكم على ازاي تعتني بالبشره الدهنيه خصوصا في فصل الصيف. هديكم كذا ماسك يقلل الدهون ويقلل الزيوت اللي في بشرتك، وهقول لك على طريقه كمان تنفع ان انت تقشري بيها بشرتك، وطريقه تشيلي بيها الروس السوداء. حاجات كتيره قوي مفيده جدا للبشره الدهنيه. نتابع يلا مع بعضينا حاجات كتيره، وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، وما تزعلوش مني. اول ماسك انا شخصيا جربته وقلل نسبه الدهون في بشرتي بشكل كبير جدا في فصل الصيف خصوصا. هتروحي اي سوبر ماركت، الحاجات السوبر ماركتات الكبيره اللي بتعرض فواكه فواكه غريبه كده زي الاناناس والحاجات اللي مش بنلاقيها في اي حته دي، هتجيبي ثمره افوكادو اللي هي بتبقى الخضره اللي عامله كده دي. المهم ان هي تكون مستويه، ما تبقاش ناشفه، تحاولي على قد ما تقدري ان هي تكون طريه. ولو هي ناشفه مش طريه خليها عندك في الثلاجه كام يوم هتطرى. بعد ما تطرى هتعملي اللي انا هقولك عليه ده. هتجيبي ثمره الافوكادو تقطعيها نصين، تشيلي البذره على جنب، وبشوكه هتفضي نص الافوكادو هياه نص البتاعه في طبق، وتهرسيه جامد جدا جدا لحد ما يبقى تقريبا شبه الكريم. وبس هو ده الماسك بتاعك. هتاخدي اللي انت هرستيه ده وتحطيه على وشك لمده نص ساعه، مرتين لثلاث مرات في الاسبوع على قد ما انت عايزه، وتسيبيه نص ساعه وتغسليه بميه بارده. ده ماسك هايل. هتحسي من تاني استخدام مثلا ان كميه الدهون اللي في بشرتك قلت جدا جدا جدا، ولو انت المكياج بيسيح معاكي من كتر الدهون هتلاقي الموضوع ده فرق بشكل كبير قوي قوي قوي. الماسك التاني ماسك عبقري بكل ما تحتويه الكلمه من معنى، انا مدمناه لانه بيعمل فرق جبار. هتجيبي خياره عاديه جدا، هتقطعيها حتت كبيره او حتت صغيره زي ما انت عايزه، وهتقومي حاطه كل اللي انت قطعتيه ده في الخلاط وتضربيه كويس قوي 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 لحد ما يبقى عامل زي العصير. هتجيبي اللي انت ضربتيه في الخلاط ده كله وتفضيه في مصفى، وبالشوكه تضغطي على المصفى دي لحد ما الخيار كله يصفي الميه بتاعته كلها في الطبق. بعد ما الميه تتصفى كلها في الطبق هتجيبي نشا، حطي معلقتين ثلاثه على حسب الكميه لحد ما تلاقي لون الخيار اللي اسمه ايه السايل اللي موجود ده، اللي هو الخيار المعصور ده لونه بدا يبيض. هتحطي انا تقريبا حطيت المره دي من ثلاث معالق ونص، وتقلبيه. هيبقى عامل زي الميه معاكي، مش هيجمد، مش هيبقى عامل زي الكريم ولا اي حاجه، هيبقى زي الميه. الميه دي هي اللي انت هتاخديها وتحطيها على وشك وتسيبيها لمده تلت ساعه. بعد التلت ساعه دي اغسلي وشك بميه عادي جدا جدا، لكن هتحسي بفرق كبير قوي لو انت من الناس اللي بشرتها بتزيت وبتبان عندها زيوت في منطقه الانف مثلا او منطقه الدقن. اول ما تشيلي الماسك ده من على وشك هتحسي بفرق في ساعتها. جربوا الماسك ده وهيعجبكم جدا جدا جدا. الماسك اللي جاي ده او هو مش ماسك قوي، هي حاجه كده طريقه هخليكي تعمليها. هتفرق معاكي في ايه؟ هتفرق معاكي في الروس السوداء، هتشيل الروس السوداء، هتفرق معاكي في الزيوت اللي في البشره، في الدهننه اللي بتزيد في وقت الصيف. وكمان لو انت مساماتك من النوع اللي بتتسد بسرعه وبيطلع لك حبوب والحاجات دي، ده هيفرق معاكي جدا جدا جدا. كل اللي انت هتحتاجيه بيضه واحده. هتجيبي بيضه تكسريها، تفصلي البياض عن الصفار، واللي احنا هنستخدمه هو البياض بس. هتربي البياض كويس لحد ما يبقى عامل شويه رغاوي قليلين كده، وهوريكي دلوقتي تستخدميه ازاي. انا جايبه الطبق اهو جواه بياض البيض. بياض البيض من الحاجات اللي انا شخصيا بقرف منها جدا، بس معلش عشان خاطركم هوريكم تعملوا بيه ايه. بصبعك هتاخدي بياض البيض وتدهنيه على وشك. انا عايز اقول لكم ان انا ما بقدرش اعمل الماسك ده لنفسي ابدا، لان انا فعلا فعلا بقرف من البيض. لكن ده علشان تتاكدوا ان انا بحاول اصالحكم وبحاول اعمل لكم حاجه تنسوا لي بيها التاخير الكبير اللي انا اتاخرت بيه، اللي اتاخرت عليكم فيه. الجمله واضحه صح؟ وقبل ما ينشف هتبقي جايبه مناديل. المناديل دي هتلزقيها على وشك، قطعيها حتت صغيره كده والزقيها على بياض البيض ده، قطعي حتت كتيره. ايه رايكم؟
للمنظر ده. نقطع الزيادات علشان انا شكلي يضحك كده دلوقتي، الزيادات اللي ملهاش لازمه دي، عشان حتى اعرف اتنفس. بالشكل اللطيف جدا ده هستنى عليه لحد ما ينشف خالص، وبعدين هوريكم هنعمل فيه ايه. كده نشف خلاص، ما اخدش وقت كتير على فكره، اخد تقريبا 10 دقايق. كل اللي انت هتحتاجي تعمليه، عارفه الفكره بتاعت انا مش قادره اتكلم، مش قادره ابص لنفسي وانا بتكلم بالمنظر ده، فاوريكم يتعمل ازاي الاول وبعدين نرغي في الكلام ده. كل اللي انت هتحتاجي تعمليه، امسكي المنديل وتشديه بالراحه قوي، بالمنظر ده. هو هتلاقيه لازق على وشك، نفس فكرة النوز ستريبس اللي احنا بنشتريها عشان تشيل الروس السوداء دي، نفس الفكرة بالظبط بس بشكل طبيعي بنعمله في البيت. بالمنظر ده هغسل وشي بميه ونرجع اتكلم معاكم شويه عن اللي حصل دلوقتي ده. بس كده فكره بسيطه جدا، هتشيل الطبقه الميته اللي فوق على البشره من فوق، هتشيلك الروس السوداء، هتنشف البشره لان البياض البيض اصلا بينشف البشره جدا. فلو انت بقى بتعاني من الروس السوداء، بتعاني من المسامات المقفوله اللي هي المسدوده اللي بتطلع لك حبوب من الدهون زياده في الوش، الفكره دي تحفه وهتفرق معاكي في الحاجات ده، في الحاجات دي كلها. واخر حاجة هوريها لكم النهاردة هي المقشر، ازاي تقشري تعملي مقشر في البيت للبشرة الدهنية علشان يشيل الخلايا الميتة، يخلي البشرة تتجدد اسرع، وعلشان يخلي بشرتك انعم، وكمان علشان يفرق في الاحساس بتاع الروس السوداء والبزابيز اللي بتبقى موجودة في المنطقة دي وفوق مناخيرك. كل اللي هتحتاجي تعمليه ان انتي هتجيبي حبة لوز قليلين، هتحطيهم في الخلاط وتطحنيهم كويس، المهم ان هما ما ينعموش قوي، تخليهم يبقوا خشنين شوية. وبعد كده هتحطي عليهم شوية عسل من غير مقادير لحد ما تلاقيهم مسكوا في بعض، يعني ده تقريبا الكمية بتاعت العسل تبقى نفس كمية اللوز، حد ما يغطوا بعض ويشتغلوا مع بعض كويس، وتعصري عليهم عصرتين ليمون بس، وتقلبيه كويس جدا، والمقشر هيبقى جاهز معاكي. كل اللي انت محتاجة تعمليه مرة او مرتين في الاسبوع ان انت تستخدمي المقشر ده بحركات دائرية على وشك، وبعد ما تقشريه لمدة 5 دقائق تقريبا، بعد ما تقشري وشك كويس تغسليه بمية باردة بس كده، هيفرق معاكي من اول استخدام، خصوصا ان اللوز كمان من الحاجات اللي بتفتح البشرة، فانا متأكدة ان انت هتحبي الماسك ده جدا جدا جدا. ودي كل حاجة كنت عايزة اقولها لكم النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون اعتذرت لكم عن الغيبة الطويلة، واستنوني ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصة هعمل لكم الفيديو اللي جاي عن البشرة الجافة والبشرة المختلطة. باي باي.